عادي جداً إنه المرأة تتبدل كيف تكبر في العمر، وهذه سنة الحياة. وحسب نمط حياة المرأة، لهوتها بروحها وليجين دو في اللي عندها تظهر علامات الكبر. لكن فما كبر من كبر، فما نساء يكبروا قبل وقتهم ببرشا، والأسباب ديما نفسها: تحمل المسؤولية، الفقر، وعدم الثقة في النفس. صليحة عمرها 45 سنة، كبرت في تونس، وبعد ما عرست ولات تعيش في سوسة. جابت زوز صغار ملاو عليها حياتها، حياتها اللي كانت عادية مستورة ولباس. لكن صليحة تبدلت برشا في ظرف قصير، وجهها ولا تعب وظهر عليها الكبر بصفة كبيرة. المرأة اللي كنت توقعها في العمر هذاك. من الأسباب اللي خلت صليحة تنسى روحها هو كونها لقات روحها مع زوز صغار وحدها، متحملة مسؤوليتهم في حياتهم وقرايتهم، وزيدت لازم تخرج تخدم باش ما تخليش صغارها ناقصين شيء. الأم حاسة بالذنب على خاطر ما خلطتش تعيش صغارها العيشة اللي تمنتها لهم، الشيء اللي خلى نفسيتها تتأثر. لكن صغارها حسوا بها وولوا موجوعين على خاطر ما ينجموش يعاونوا أمهم، ويولي الإحساس بالذنب شعور تحسوا عائلة كاملة وتعيشوا يومياً. حبيت تكون ظروفي أحسن من هكا، ونعيش ولادي بالقدا، ونعيش أنا ونتفرهد أنا وصغاري ونعيشوا بالقدا، وحتى صغاري حتى بنتي ضد نفسيتها تعبة. راهو كي تراني أنا هكا مريضة وسترسي، بنتي تولي مريضة وتبكي، غير هي ما تحبش تظهر لي. أمي إنسانة حساسة على الأخر، صحيح ما تبينش، أما إحنا صغار أنا فاهمها. أنا وقت اللي ندخل للدار وشوف أمي متقلقة، نفهم اللي فما حاجة مأثرة فيها، كسوة من خدمتها، كسوة من الانتوغاج اللي هي فيه، كسوة من عائلتها، من صحباتها. تتقلق برشا، تتأثر. نحس أمي مش كيما نسى يعني اللي في عمرها، خاطر اللي قدمته يعني لنا نحن، اللي أنا وأختي، يعني نقص منها هي حاجات، نقص منها برشا حاجات، حتى في بدنها، في تعبت نفسانيتها، ولات يعني تعطي نقص في روحها قدام ندادها. تحطيت في مواقف يعني ضحكت علي العباد، منهم حتى دارنا، امي واخواتي قالوا لي علاش هكا وليت؟ علاش تبدلت؟ علاش هكا وليت؟ علاش تهملت روحك جمله؟ وانا ما وصلت حتى لشيء. بابا قاعد يبعث لي في الفلوس باش نصرف على صغاري، اختي كيف تبعث لي باش نصرف على صغاري. كان خدمت هني ناكل، ما خدمتش. الحق ولادي تعبين، أنا تعبة،
حاولت صليحة باللي تنجم تقف على ساقيها وتوفر لصغارها اللي يحتاجوه الكل، لكن الخدمة اللي نجمت تخدمها بعد ما توفى رجلها ما تدخل الهش اللي يكفيها ويكفيهم. الخدمة ماهيش غيغوليير، يعني نهار تخدم ونهار لا، وهذه حاجة شائعة عند أغلبية لي فام دو ميناج اللي ظروف خدمتهم تعبة برشا بالرغم من شقاء والتعب. وفوق هذا الكل الغزرة الدونية المحقرنية والمعاملة الخايبة. ثقة المرأة مربوطة بكل شيء، وجهها بكل شيء. أنا واحدة من الناس نحكي لروحي أصلاً ما عادش نحب نقعد مع العبيد، وليت استريسي، نفسيتي تعبت بالحق. حتى كي راه جروب هكا متاع نساء ما نحبش نقعد، ما نحبش كون يضحك عليا، ما نحبش نحس روحي، نحس ساعات نقص في روحي. ساعات حتى أقولها أمي هنخرج نعمل قهوة، تقول لي لا وأنا مش تعشى هذا. باركونتر كيف شوف أم صاحبتي في عمر أمي تخرج تعمل معها قهوة، تخرج تحوس وتدور، أمي مش لاهية بروحها، تغيظني شوية. خزرت المجتمع الفام دو ميناج ديما يحقروها برشا بالحق، ما ميسهلش نستعارش أنا من الخدمة، لخاطر صغاري نخدم كل شيء، ما عنديش مشكلة. أمي تحاول تعطينا اللي تنجم، تحاول تعطينا حاجة باش نولي خير من العباد، يعني باش ما نبقاوش نقارنوا في رواحنا مع عندادنا، وباش ما نعطيوش النقص في رواحنا. يعني أني واختي ديما قد ما تعطي لازم تزيد. تعب برشا، تعبت ولادي معايا، عطيتهم مسؤولية مش متاع عمرهم. ولادي هزوا معايا المسؤولية قد قد نوياه. بنتي هز معايا المسؤولية، بنتي السبت واحد تمشي تخدم باتسيري، تخدم بخمسة آلاف، تجيب المهم تجيب الفرنك باش ناكلو. ولدي كيف كيف يمشي يخدم، السبت واحد ما يقراش يمشي يخدم. أمي تغيظني برشا زادة، ونحاول نعاونها باللي نجم. نحاول نقرا ونوصل ونفرح أمي، يعني حتى بشويه ما نجمش نفرحها باللي عطتهولي الكل، ما نحاول نفرح. بابا مخلي راجل و يعني ما تخافش علي، يعني قدرة ربي نرجع لك يعني اللي عملته معي. وضعية ونفسية العائلة الكل تعبت بعد ما توفى البو، لكن الحياة لازم تستمر، وعودة صليحة حياتها على أمل تلقى شكون يقف معها على هم الزمان تعاونه ويعاونها. لكن ظروف رجل صليحة الثاني كانت كيف كيف صعيبة بسبب البطالة، ومع هذا واقفين مع بعضهم يواجهوا في الدنيا. الحاجة اللي خلتني نخمم نعرس بعد راجلي، أول حاجة الوحدة، وفي بينا باش نتعاون ونهزو نقف مع بعضنا كل شيء، واحد مع بعضنا نوياه. أني نخدم أنا كيف نخدم أنا، ها وين ناكلو. راجلي مرات يخدم، راجلي الجديد هذا، راجلي الثاني كيف يخدم هو زاد يصرف علينا، ما يخدمش. اللي عجبني فيها صليحة كابابلية وتعول عليها، وهي زاد رجلها متوفي واني مرتي متوفية، وتفهمنا معنا قربنا لبعضنا وتجوزنا لبعضنا. راجلي يعمل برشا برشا رمارك، اوكي أي راجل يعني يحب مرته مزينة، يحب مرته لابسة، يحب مرته مزينة قدامه كيف رجل الكل، وما نحبش مرته مزينة. إن شاء الله كانت قبلت في البرنامج باش تولي حساب آخر، معنا باش تولي تزيان، تصلح وجهها، تصلح إذا كان ثم ديفو في بدنها، وباش تولي أزين من قبل، وتولي معنا زاد انسجام أكثر من قبل بيني بينها، برشا حسابات. تولي مزيانة وعندها ضحكة مسرارة، وتولي شخصيتها قوية يعني، وتنجم تواجه العباد. بالنسبة لي هي هذايا كان حلم، وإن شاء الله يتحقق. توقع حتى فيزيك ما تتبدل، تولي ترجع أمي اللي نعرفها بتاع قبل مزيانة، توقع ترجع أقوى زادة. وحلم صليحة باش يتحقق، وباش تكون معنا في الموسم الثاني من السر اللي فيك. صحيح ماناش باش نجمو نبدلو كل شي في صليحة،
لكن باش نحاولوا باللي نجموا مع لي بارتنير متاعنا نعاونوها ترجع ترفع راسها وتواجه نظرة الناس بكل ثقة. وكيف يتحسن وجهها صليحة نفسيتها أكيد باش تتحسن، وهذا ما يخلي صغارها يرتاحوا ويكملوا حياتهم بسيرينيتي أكبر. أكبر مشكلة مقلقة صليحة هو وجهها اللي يظهر كبير ومترهل وتحفروا فيه لسيني متاع العمر. وبما أنه صليحة تعيش في سوسة، طلبنا من دكتورة جبالي ميدسان استيتيك في نفس المدينة باش تعاون الكانديدات متاعنا وتاخوها ان شارج باش تلقى لها حلول للمشاكل اللي مخلين حياتها صعيبة برشا. ألوغ صليحة، تقولي شنو اللي مقلقك بالضبط؟ عندي وجهي شايح برشا، عندي اللي يريد من هنا وين عينيا، عندي حوايج بيطيحين، عندي هذوما مقلقيني برشا برشا. تفضل معايا نشوفك على طابل ديكزام مع صليحة. يعيشك، اوكي دكتورة. غيد، غولاشمون وبرشا مشاكل اخرين في وجه صليحة اللي ما كانتش لاهية بروحها بالكل. دكتور جبالي باش تتلهي بكل مشكلة وتصلحها، فماش ما ترتاح صليحة في حياتها. صليحة، عملنا ليكزامان تاعنا وبالحق لقينا برشا تجاعيد في منطقة الجبين، في المنطقة اللي دايرة بالعينين باش يختفي، وإن شاء الله بعد ليزانجيكسيون تاعنا. عندنا زادة لي سورسيم تاعك طايحين شوية، نحاولوا نهزهم الفوق كيف كيف بالليزانجيكسيون. عندنا لي سيون نازوجينيا اللي هما دايرين بالفم منا ومنا باش نعبيوهم. ومع هذا الكل عندنا اون بتوز نتاع الوجه نتاعك، دونك رولاشمون صاير اللي احنا باش نهزوه باللي في التنسور. دونك بعد لي سوان هذوما ما عادش عندنا تجاعيد، ما عادش عندنا الوجه طايح، ما عادش عندنا حتى شيء، نرجعوا بلول جديد. يعيشك دكتور، ميرسي. قبل هذا الكل عندكش مرض صليحة تبع عليه؟ عندكش مشكله صحيه؟ لا ما عندي حتى شيء. ما عندك حتى دواء تاخذ فيه؟ ما عندك حتى شيء. دونك نخلي لك الكونسونتمون هذايا وترجع لي بعد جمعتين بعد ما تصحوا. داكوردو؟ الله يبارك. اوكي تفضل. عايشك، ميرسي. عايشك سلامة، مرحبا بك. عايشك. جمعتين اللي باش تخمم فيهم صليحة باش نستغلوهم في ماي هيلث اند بيوتي سنتر بودي لاب سوس داون تاون، التابع لأكبر غيزو دي سنتر فيهم لي ديرنيغ تكنولوجي في عالم لي سوان و لامانسيسمون. اليوم صليحة عندها رانديفو باش تعمل لو سكين اناليزر مع طبيبتها دكتورة سناء. بالطبيعة الطبيب عنده تكوين عالي ومختص، لكن سكين أناليزر بفضل لي 3 لوميير اللي فيه يدخل في طبقات الجلد الكل ويعمل أناليز ألترا بريسيز للمشاكل الظاهرة والمخبية اللي باش تظهر بعد سنوات. وهذا ما يسهل للطبيب تحضير بروتوكول أدابتي وإفيكاس. وسكين أناليزر باش يظهر مشاكل كبار أخرين في وجه الكانديدات متاعنا. صليحة، بعد ما عملنا الدياغنوستيك متاعنا هذا الريزلتا قدامي باش نحكيو فيه شوية. داكوردو؟ باهي. احنا الحاجة اللي نلقاوها في السكين أناليزر متاعك يا صليحة، نلقاو اللي عندنا شوية مسامات مفتوحة، عندنا تجاعيد بنسبة كبيرة برشا بارابور للعمر متاعك، عندنا الكاليتي متاع البو اللي هي زادة تعبة شوية، وعندنا بشرة حساسة بارابور للعمر متاعك. داكوردو؟ دونك حسب المشاكل اللي عندنا توا باش نحكيو على شنو الحل. بور ديلاتي، بو غراس، دي غيد محفورين في الوجه ومشاكل في الكاليتي متاع الجلده. صحيح برشا مشاكل، لكن في ماي هيلث اند بيوتي سنتر بودي لاب سوس داون تاون لكل مشكل فما لو سوان ادابتي. صليحه تشكيت زاده من مشكل اخر مقلقها والمتمثل في الكرش اللي ما حبتش تتنحى حتى كيف تضعف الكانديدات متاعنا. وحتى للمشكل هذا الحل موجود في ماي هيلث اند بيوتي سنتر بودي لاب سوس داون تاون. لهنا ستركتور كامله سبيسياليزي في لامانسيسمون للرجال والنساء اللي عندهم مشاكل مع بدنهم والا مع الميزان. هذاك علاش باش تعمل صليحه لو سيلويت سكان، بيلان كامل وديتايي باش تقراه وتعمل له انتربريتاسيون دكتوره جبالي وتحضر للكانديدات نتاعنا ان بروتوكول بيرسوناليزي. دونك حسب القياسات نتاع الجسم نتاعنا احنا الستاتيو نتاعنا معناها نورمال، لك ضعيفه لك سمينه، افيك اون غريس فيسيرال معناها الشحم اللي داير في الاعضاء الداخليه نتاعك عادي، ما عندناش مشكله فيه. لكن عندنا مشكله صغيره واحده، انه ريبارتيسيون نتاع الشحم اللي في بدنك تغلب في البارتي الفوقانيه على البارتي اللوطانيه، هكا علاش عندك الكرش اللي متقلقه منها. داكوردو؟ الحل ساهل بيان سور، شويه سبور، حميه غذائيه معناها تبع ريجيم معين، ومع هذا الكل ننتجئوا في الحاله هذه للي زاباري
اللي احنا باش نكسروا شحم اللي لوكاليزي في البندقه نتاع الكرش داكوردو نعملوا الكريو ليبوليز ومن بعد 3 أشهر راهو الريزلتا فينال اللي هو يبدا بارفي بحول الله وتتخلص نهائيا من الكرش داكوردو اوكي تفضل صالحه البداية باش تكون في ماي هيلث اند بيوتي سنتر بودي لاب سوس داون تاون مع الكريولي بوليس التكنولوجيا هذه وراها دي ريشيرش سيانتيفيك مهمين خليو ممكن تدمير لي زام اغريسو بفاسون سيليكتيف من غير ما نمسو لي تيسيو دايرين بيهم لي سنتيمتر ينقصو بين 3 و 8 في السيانس الوحدة والريزولتا بعد الكور اكسبسيونيل وتنقص كرش صليحة كيف ما حبت باقي في ماي هيلث اند بيوتي سنتر بودي لاب سوس داون تاون باش نتعداو المشكل الاخر مقلق صالحه كاليتي البو متاع وجهها اللي شفناه مع دكتور جبالي وبفضل سكين اناليزر اللي هي تعبه بالكدا وللمشكل هذا حل ريفولوشنير نلقاوه كان في ريزولي سنتر بارتنير السر اللي فيك لو اير ليفت لاباري هذا يستعمل اخر جينيراسيون من الراديو فريكونس اللي تكبس البو وتزيد من الالاستيسيتي نتاعها بطريقه كبيره في الوجه والرقبه والديكولتي الفي متاع الاير ليفت فيزيبل من اول وثاني سيانس مع العلم اللي الكور فيها 5 سيانس لو كونسيبت بودي لاب كيف ما لهنا في سوس داون تاون هو عباره على بلاتفورم تكنيك متكامله ومتنوعه مع les appareils de dernière génération, coaching sportif personnalisé, مع des coachs يتلهيو باللي كليون من أول السيانس لآخرها. بطبيعة حسب بروغرام أدابتي للي بوزوان تاع كل واحد. جي خدمة سكواد اللي هي فليكسيون إكستنسيون دو جنو نحاول نثني الكيبي بالكدا هوب ونطلع واضح نحاول نهبط دوسمون ونطلع على روحي أوكي حاول ديما نخلي لي طالون لاصقين في القاعة يلا ما ننساش الانسبيراسيون نهبط نفس نو 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 حلت قاي شوي فوالا هبط بالكدا خلي بدني واقف ما طيحش برشا الدار القدامى فوالا هبط نفس انسبير اكسبير واحده واحده منزربش تاع اكسبير خرج الهواء يلا يلا هات نطا برشا يلا ستوب يا صباح صليحة اللي عمرها ما عملت سبور باش تلقى لهنا لهوة سبيسيال وإنرجي كبيرة باش تخليها صحيح تتلهي بصحتها وتنقص الكرش اللي مقلقتها أما من مزايا سبور زادا هو كونه يحسن من نفسية ويرجع للكانديدات متاعنا عمرها الحقيقي وتحس روحها أخف من قبل أكبر مشكل كان مقلق صليحة هو وجهها اللي خليها توصل تحشم بروحها وتهرب من عينين الناس خوفاً منها لا يضحكوا عليها وإلا يحقروها ووجه صليحة باش يكون لا بريوريتي في ماي هيلث اند بيوتي سنتر سوس داون تاون دي سوان سبيسيفيك لتصليح المشاكل الكل كيف مشكل المسام لي بور ديلاتي واللي نعرفوا أنه سببهم هو البشرة الدهنية الحل الناجع هو لو سوان زيرو سيبوم باش ينظف البشرة من الزيت اللي فيها ويتسكروا لي بور المحلولين لو سوان زيرو سيبوم هو اكسكلوزيفيتي دو ريزو دي سنتر ماي هيلث اند بيوتي الموجود في برشا ولايات في تونس جمعتين كاملين وصليحة بين لي سوان والكوتشينغ سبورتيف واليوم باش ترجع الكابينيت بيبتها دكتورة جبالي بالكونسونتمون بصحاها وباش تبدا الكانديدات متاعنا بعد ما تحسنت التكستور متاع وجهها في تحسين لي فوليوم فضل دي زانجيكسيون باش ينحيو لي غيد اللي كانوا يظهروها اكبر من عمرها ولي كرو اللي يعطيوها انير حزين وتعب طبعا لي زانجيكسيون هذم من نجمو نعملوهم كان في كابيني تاع طبيب مختص باش ما ناخذو حتى ادنى ريسك بالنسبه للغلاشمون الكبير اللي في وجه صليحه باش تعملها دكتوره جبالي دي فيل تونسور يكبسو لو كونتور نتاع الوجه نتلهيو بيك وفي هيلث اند بيوتي وبودي لاب يجيبوا لك الحلول اللي ديك مقلقينك لي غيت ما نجمتش تضعف ما لقيتش حل للي سيرن
كل نهار قاعدين لي تاش بغون يزيدوا. الصعيب عليك يسهل معنا. Health and Beauty و Body Lab ما يبعدوش عليك. Lunatique.